نجح قطار المشاعر المقدسة في نقل 1,780,320 حاجا وحاجة خلال 45 ساعة اشتملت على عدد من المراحل، هي التصعيد والنفرة ورمي جمرة العقبة الكبرى وفقا لما أعلنته الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار. وسخرت هيئة تطوير مكة المكرمة هذا العام أكثر من 15,000 موظف لإدارة الحشود في محطات قطار المشاعر المقدسة من خلال وظائف موسمية.